بهذه المناسبة الغالية على قلب كل يمني، الذكرى 58 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، نتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريكات إلى كل أبناء الشعب اليمني وأبناء القوات المسلحة، وعبر قيادة وزارة الدفاع نرفعها إلى القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ونائبه الفريق الركن علي محسن صالح نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذه الذكرى العظيمة أكتوبر المجد التي انطلقت شرارتها من جبال ردفان الشماء، وهي تعبير عن الثورتين العظيمتين سبتمبر وأكتوبر، ثورة يمانية التوجه وواحدية المصير، حيث كان كل من أبناء الشمال وأبناء الجنوب الذين كانوا يعانون الأمرين، في الشمال يعانون من الإمامة الكهنوتية الملكية، وفي الجنوب يعانون من الاستعمار البريطاني، كل منهم كان سندا لأخيه، وكان أبناء الشمال يقاتلون مع أبناء الجنوب وأبناء الجنوب يقاتلون مع أبناء الشمال، وقد كانت عدن مأوى للأحرار والثوار من أبناء المحافظات الشمالية فيما بعد أن انتصرت ثورة 26 من سبتمبر عام 62، عام واحد فقط في 14 من أكتوبر 67 وانطلقت شرارة ثورة 14 من أكتوبر المجيدة لتحرير الجنوب، والتي توجت في 30 من نوفمبر 67 بضرط آخر مستعمر بريطاني، فكل منهم سند لأخيه. بعد 26 سبتمبر كما قلنا أصبح الشمال مأوى ومنطلق لثوار الجنوب، وهو تعبير عن يمانية الثورة اليمنية أو الذكرى للثورتين العظيمتين وواحدية المصير والتوجه. من خلال المراحل السابقة للثورتين كان هنالك تواطؤ ما بين الاستعمار البريطاني في الجنوب والإمامة في الشمال، حيث تم تقاسم اليمن، واليوم هنالك الاستعمار الجديد بأذنابه المتواجدين هنا، وهو التدخل الإيراني الفارسي للمشروع فارس ومحاولة استعادة الإمبراطورية الفارسية من جديد هنا على أرض اليمن عن طريق أذرعها ميليشيا الحوثي وأمثالها المتواجدة في المنطقة العربية، إلا أن أبناء اليمن بكامل توجهاتهم من قبائل ومقاومة وعلى رأسهم الجيش الوطني، هؤلاء يرفضون هذا المشروع الكهنوتي وهم له بالمرصاد، وهم يدافعون بذلك عن اليمني ككل وعن الأمة العربية والإسلامية، ولن يتأتى ذلك لإيران لأنه لا فارس بعد اليوم. نهنى الشعب اليمني بمناسبة ذكرى 58 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة، والتي تؤكد للعالم أجمع أن الشعب اليمني لن يقبل أو يساوم أو أن يقبل بأي احتلال مهما كانت مسمياته، سواء من أي جهة، ولن يقبل ولن يتنازل أبدا عن هويته العربية والإسلامية. وكما نعرف يعني الحاصل حاليا من الاحتلال الإيراني من خلال الميليشيا الحوثية الإرهابية التي تحاول طمس هويتنا العربية واليمنية والقومية والإسلامية أيضا. كانت هذه الثورة بريق أمل في التحرر من الاستعمار والاستبداد البريطاني، شارك فيها كل فئات الشعب اليمني من أجل نيل الحرية والكرامة بعيدا عن العبودية والكهنوتية. يحاول الكثيرين اليوم إعادة هذا الاستعمار وإعادة هذا الهيمنة والجبروت على الشعب اليمني من خلال فرض وصايا خارجية ربما تكون تلحق الكثير من الأضرار بالشعب اليمني الحبيب. ذكرى 14 أكتوبر كانت يعني اليمنيين الذين انتفعوا ضد الاستبداد وضد الظلم والطغيان تعني لهم الشيء الكثير والكثير. الآن تتجسد وتتمدد أو تكرر هذه الذكرى اللي تكون ذكرى شاملة تذكير اليمنيين بالظلم واستبداد الاستبداد البريطاني وشبيهه من الاستبداد الإيراني الذي عاث فسادا في الأرض في العالم العربي والإسلامي، وعلى الشعب العربي والإسلامي ليس على الشعب اليمني فقط أن يتذكر ويجعل نصب عينيه الخطر والمد الإيراني. لن يستثني أحدا، المد الإيراني لن يستثني أحدا في هذا الشعب، الشعب اليمني أو في العالم العربي أو في الخليج العربي أو في العالم الإسلامي، فلهم مشروع وأجندات تاريخية ليست ولدة اليوم وإنما لها امتدادات جذرية تاريخية. ثورة 14 أكتوبر 63 900 ألف
وهي ثورة ضد الاستعمار، وتوحدت فيها كل الجهود الشبابية ودحروا الغازي المحتل في جنوب اليمن. وإن شاء الله نحن شباب اليمن في 2021 سنتوحد لطرد الغازي الغاشي ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.